شلون الصحة؟ الحمد لله تمام. شلون الأحوال؟ نشكر الله. شلون البيع والشراء هالأيام؟ والله السوق بارد شوي. أوف ليش؟ مو خبرية منه؟ لأنه مثل ما بتعرف حضرتك الأعياد والمناسبات كلها خلصت بما فيهم عيد الأم. صحيح، بس لمعلوماتك جاينا بعد كم يوم عيد مهم كتير ولازم الناس تتشنشل فيه بالذهب شنشلة. أنا عيد أصدار؟ عيد الشبيبة. إيه ستي؟ أمور أستاذ. حضرتك مسؤولة عن البيع ولا الشراء؟ حضرتك بدك تبيع ولا بدك تشتري؟ والله يا آنسة بدي اشتري، اسم المصاري كتراني بين ايدينا. اي لحظة لو سمحت. بفكر في اللي نسيني وبنسى اللي فكرني وادور على اللي شاريني وبهرب من اللي بيعني من اللي بيعني ملي بيعني ملي بيعني. الو مسيو لطفي، نحن في عنا زبون بالمحل. اوكي عظيم. مسيو لطفي صار على الباب. بونسوار. اهلا اهلا وسهلا مسيو لطفي. اهلا وسهلا، شلون صحة شلون الاحوال؟ الحمد لله على احسن حال. مور استاذ، والله الحقيقة أنا معي قرشين نضاف وبدي ضبهم بشوية مجوهرات، بقى شو بتنصحني؟ بتأمر أستاذ، بس أنت شو طلبك بالتحديد؟ والله إذا جيت للحق أنا طلبي الأساسي هو الألماس، لأنه بعد الألماس أطمور ودعاس. جمانة عملي لنا قهوة. تفضل أستاذ تفضل. تفضل تفضل. أستاذ أنت شو طلبك، نسواني ولا رجالي؟ والله إذا بيلتقى خاتم رجالي إلي والماس هو بيلبق لي ما عندي مانع. طيب شوف لي هالمجموعة واعطيني رأيك. أوه واو. شو رأيك بهالخاتم؟ لا بقلي ولا عم يقلي شلحني؟ لا والله لا بقلك أستاذ. هو أنا أصابيعي تخان شوي مثل اليالونجي ومو بسهولة بتناسبني الخواتيم. بدك صراحة لا بقلك. طيب هاد ولا هاد؟ لا هاد ولا هاد. كأني في الطلبة رح فرجيك قطعة بتعجب خاطر. Never mind it's okay. سلام غلوريوس غلاموروس فابيولوس. شو استاذ شايفك عم تحكي يوناني؟ مو يوناني، هذا انجليزي، مع انه مسافر اليوم المساء على اليونان. ان شاء الله بالسلامه. الله يسلمك. ايه مسيو لطفي قديش حقه هذا؟ بصراحه الخاتم غالي شوي لانه الحجر من جنوب افريقيا والقص والصقل طلياني. يعني قديش؟ يعني بدك تقول 700,000 ليره سوري حركة 14,000 دولار. بيستاهل يا أخي، حبيته وما رح ناقشك بالسعر لأنه البضاعة الحلوة بتحرس ثمنها. يخرب بيته عم يضهج بإيدي ضهج. لك شايف؟ شوف شوف. يعني بدك تشتري أستاذ؟ عفوا ما تعرفنا، شو اسم الكريم؟ مراد. مراد طرني. والنام أستاذ مراد. منك يا سيدي. أستاذ مراد بتحب لفلك يا ولا تضل لابسه؟ لا 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 خليه بإيدي، خليني فرحان فيه. مبروك مبروك استاذ. الله يبارك فيك. تفضل، هي شهادة المنشأ تبعه. شكرا. وهي علبته. شكرا يا سيدي. بس نسيت اسألك، يا ترى عندك مانع تقبض حقه شيكات؟ يعني بدك تكتب لي شيك؟ إذا ما عندك مانع. لا أبدا ما في مانع، نحن دائما بنحب الزبون يكون مرتاح. هي هويتي إذا بتريد تشوفها. لا عفوا مو القصد، بس عم شوف مواليدك. لك هلا بلا فضايح، هلا بتسمعنا المادموزيل. يعني لو ريحتني وعملت غيري لعبتك يعني الليمون. الله يسلمك يا سيدي. تفضل هوي. شكرا.
فرصة طيبة، تشرفنا بالمعرفة. اللي يخلي لي اياك يا رب. جراتسي. مع حضرتك. الله معك. مع السلامة، تشرفنا. تفضل. بالمناسبة أنت جمانة، أنا ما دقت مثل أهلك بحياتي. على فكرة، أنت صاروخ حقيقي. قنبلة موقوتة، فتنة خلابة. الله هو جيرنا، خليني أهرب أحسن شيء. الله معك، الله معك بس يضرني. مع السلامة. بونسوار. بونسوار مسيو، اهلا وسهلا، تفضل. شكرا. حضرتك المسيو الشربي صاحب المحل على ما اعتقد. ايوه، اي خدامي. انا اسمي مراد طرني، وعندي خاتم الماس نفيس حابب بيعه. على عيني، ممكن تشوفه ايش تفضل. الحقيقه هالخاتم تقيل وغالي شوي. يعني قديش بتقدر سعره؟ يا سيدي أنا بشتري منك بسعر نهائي. ₺400,000. مو قليل هيك مسيو شربيل، يعني لا تنسى إنه هالماس أفريقي وصقل طلياني. بعرف مسيو براد، بس أنا مصلحتي اشتري منك ب₺400,000. تفضل. بس هذا بالمؤاخذة مسيو شربيل، انت عم تعطيني سعر وكأنه الخاتم مسروق. لا 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 ابدا، مو هذا القصد. طيب حبيبي، حتى تطمن اكثر، انا معي شهادة المنشأ دايموند سيرتيفيكيت، قيمة الشراء ₺700,000، اي ما يعادل $14,000. معك حق مسيو تراني، الخاتم ما لي اشكالات ابدا، والسعر مكتوب بالقسيمة، بس انا ما بقدر ادفع اكثر من هيك ابدا. يعني هذا اخر كلام؟ اي والله يا حبيبي. Never mind. It's okay. واقع السعر؟ أمرنا لله مسيو شربيل، تفضل. على عيني، بس عدم المؤاخذة ممكن أسألك سؤال؟ تفضل. طالما أنت شاري الخاتم بالغالي، فليش عم تخسر فيه كل هالمبلغ الكبير؟ لأنه بصراحة لازمني مصاري، ومشان هيك تساهلت معك. إيه، الله يفرج علينا جميعا. آمين يا أرحم الراحمين. تفضل مسيو طرني. شكرا مسيو شربيل. أهلا شكرا وسهلا. جزيلا. أهلا وسهلا. شرفنا بالمعرفة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. جراسي. جراسي. Thank you a lot. ويلكم. الو. مرحبا لطفي، لك دخلك بدي اسالك، انت بايع خاتم الماس ذهب ابيض كوارتاريوم مارفلس دايموند لشخص اسمه مراد طرني؟ ايه ايه، مراد طرني اسمه. اليوم قبل بشي نص ساعه. ليش عم تسال السؤال؟ لك شو ليش؟ يلا يلا جاي لعندك فورا. يعني دفع لك حق الخاتم ₺700,000؟ ايه نعم، واعطاني شيك بالمبلغ. شو عرفك انه الشيك له رصيد؟ شو عرفني برصيد؟ انا ما شكيت بالزلمه بنوم، اعطاني عنوانه ورقم تليفونه وكرته، وبالعلامه اليوم مسافر على اليونان. معناتها اكلتها بجنابك يا لطفي. لك شو اكلتها بجنابي؟ انا طول عمري بتعامل بالشيكات وما حدا نصب علي. اكيد هذا بيهرب على اليونان، اصلا منظره منظر محتال دولي. حاجه تقمط لي قلبي بقى. مو مساله تقمط لك قلبك، بس شغلي فيها انه شلون بيشتري منك 700 وبيبيعني نفس الخاتم بعد نص ساعة ب400؟ معناها الشيك مزور. شلون بدنا نتأكد؟ بدك تنتظر ليوم السبت لحتى يفتحوا البنوك. يا حبيبي، وأنا شلون بدي يجيني نوم من هون ليوم السبت؟ أصبح ما في غير إنك تتصل بالشرطة قبل ما يسافر الزلمة وتصير بخبر كان. ما عم تقول إنه عنوانه معاه؟ إيه صحيح. أصبح شو منتظر؟ الاحتيال واضح. ايه يلا يلا.
دارلينج او ماي دارلينج. حضرتك مراد طرنه؟ هنا عم خير. شوفي شرف معنا اذا بتريدوا بدون مقاومه. شرف معكم لوين؟ عالجنائيه. عالجنائيه؟ خير لا سمح الله. نحن ما بنعرف شيء. شرف على السياره. شلون ما بتعرف شيء؟ يا انت ها؟ انت ما بتعرف مين عم توقف؟ انت عم تقول حرك؟ لا تدخلني. فوت لي الجواهر جيه لطفي وشربل. حاضر سيدي. مساء الخير سيدنا. مرحبا سيدي. شو يا سيد لطفي؟ شو سيدي؟ السيد مراد بده يسافر الساعة 1:30. ما بيصير سيدي، ما بيصير سافر بنو. انت لو سمحت اسكت. شو يا لطفي؟ بدك تدعي على السيد مراد؟ طبعا سيدي بدي ادعي عليه وبدي افتح له محضر. ما احلاه يحتال علينا ونحن هيك قاعدين مثل الجدبان. اسفين يا سيد مراد، كثير اسفين. بدك تبقى بضيافتنا ليوم السبت. يعني انا ممنوع من السفر؟ بالضبط. طالما في ناس عم تدعي عليك فأنت ممنوع من السفر. بس أنا عندي موعد بكرة مع تاجر كبير بأثينا، وإذا ما تم هذا اللقاء بيناتنا رح يسافر الزلمة على أمريكا ورح أطير الصفقة من إيدي. آسف، ما بقدر أخلي سبيلك طالما في جهة عم تدعي عليك. خير أنسي، في شي؟ لا ما في شي. الشيك ما في رصيد ما هيك؟ لا شو ما في رصيد، بس عندي دعسة الكيبورد عم تعلق. نحن آسفين يا أستاذ مراد، أنت مطلق الصراحة فيك تروح وين ما بدك. ها؟ مطلق الصراحة قلت لي. وين بتنصرف هاي برأيك؟ شو يعني؟ يعني حجز حرية مواطن ليلتين كاملتين شغلة سهلة كتير برأيك؟ نحن مشينا على القانون، والادعاء بحقك اجا بصفة رسمية من المخفر. والناس اللي بسببهم حجزتوا حريتي الشخصية شو رح تساوي فيهم؟ ابدا ولا شيء. ايه بس هنن كانوا السبب بسجني. بلدنا بلد قانون وبإمكانك تدعي عليهم. عظيم، مو هيك رح ساوي. بس بتعرف بشو رح ادعي عليهم يا سيادة المحقق؟ بشو؟ أنا كنت مواعد التاجر كوستا أتناس بمنطقة اسمها فوليا جيميني بجليفاذا، أحد ضواحي أثينا، بمطعم فونيكس على البحر، مشان نوقع عقد من وراء ربح 14 مليون ليرة. وفي حال تخلفي عن الموعد بيضيع مني العقد والمبلغ، وعندي الرسائل والبرقيات والفاكسات والإثباتات يلي بتدعم أقوالي، ورح أبرزها للقاضي عند اللزوم. يعني بدك تطالب بالعطل والضرار؟ طبعا. حلو، بس لسه السؤال اللي ما جاوبنا عليه ما زال قائم. شو هو بقى؟ ليش خسرت حالك 300,000 ليرة؟ ها سؤال وجيه جدا يا سيدي. السبب هو إنه يوم الخميس إجاني الفاكس فجأة بوجوب السفر، والبنوك كانت مسكرة، والكريدت كارت ببلدنا تعرف الكريدت كارت ببلدنا، وكنت مضطر للسفر وبدي مصاري، فركدت واشتريت الخاتم بشيك وبعته نقدي بأقل من سعره بكتير، لأنه شو قلت لحالي؟ قلت لحالي يا ولد اخسار 300,000 ليرة أحسن ما تخلف الموعد وتخسر 14 مليون. وهي هي كل القصة. شو عندك يا كمال؟ ثبت للمحكمة أن جميع أقوال مراد طرني صحيحة. الموعد مع التاجر، الطاولة المحجوزة في المطعم في اليونان يوم الجمعة، الفاكسات المتبادلة، وكذلك الرسائل. لذلك وبناء على ما تقدم يلزم المدعو لطفي شعيتاني بدفع مبلغ قيمته 10 ملايين ليرة لقاء العطل والضرر الذي طالب به المدعي. ينفذ هذا القرار حكما وجاهيا غير قابل للاستئناف. يعطيكم العافية. شكرا سيدي القاضي، شكرا جزيلا.
بتعرف يا جماعة الحقيقة إنه بالرغم من التحقيق والتدقيق والتمحيص والتقصي والمستندات والشهود اللي حصلنا عليهم عن طريق السفارة اليونانية أنا عندي إحساس إنه هي من أذكى عمليات النصب والاحتيال اللي مرت علي بحياتي. اللي بعده شرف.